واقف هيك، ايه انا يعني هني طالعوني، صرت اصحت لتحت. ساعدوني الشباب وطلعوني، اخذوني على مشفى الجينة، ضمدوا لي جرحي، وما عرفت ايش صار مع امي ومع ابوي. اختي ديما طلعوها. فقت اول زلزالة خفيفة، تاني زلزالة قوية، كان بدها تنزل الحجر على اخوي، قمت وقفت فوقه، قام نزلت علي على صدري، وبعدين اخوي انطمر. اختي توفت وستي توفت، واخوي الحمد لله وابوي ما فيهم شيء. صلي علي، لا تخاف، تمام؟ انا ايدي مشوهات. معلش 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 يا خالو، معلش. انا حفيانة؟ معلش، وانا حفيون. الحمد لله على السلامة. امو في حد عندك جوا؟ امو اخواتي بس ميتين، وامي وين؟ هسه جوا.